مخدم فرن بولاية صعيدة بحي شهيد داود موسى يحضر طبق الخروف المشوي الذي يعتبر واحدا من أشهر الأطباق التقليدية التي تجسد تراث وهوية المنطقة. واجدي الآن في المخبزة التقليدية تاع الفول تاع الحجرة كما راكم تشوفوا معنا. المخبزة هذه راه من 1947 أسسها الشهيد مدعوة مخبزة الزقية القرع، وكما راكم تشوفوا معنا الشيء تاعنا طايب غير على الحجرة. لقينا عينينا لقينا كلي بواتنا وجدودنا وطالب عليه كثير في ولاية سعيدة هنايا، العرس تاعنا ولا يجي عندنا ضيف عزيز ولا نقدموا له المشوي. عندنا الطابق رقم واحد، هذا نورمالمون الطابق رقم واحد في العالم كاع. يجذب طبق الخروف المشوي الزوار من ولايات متعددة وأشخاص من ديار الغربة لتذوق بلمسة من التاريخ والتقاليد. وكما شاهدتم في التحضير المشوي لحي داود موسى، والحمد لله هذا النمط، هذا نمط محض في ولاية سعيدة، هذا نمط تقليدي. مرة عندنا زيارة هنا لمدينة سعيدة واللي مشهورة بالأكلات المشوي. ديجا سعيدة معروفة بحسن الضيافة، وكان لنا شرف الزيارة الأولى عندي الصديق تاعي اللي في الغربة مع صديق تاعي مدينة الحناية، جينا هنا. Sommes venus ici parce que enfin à la base ma mère est originaire de Sida. Donc elle a voulu nous faire montrer un peu ce qui est traditionnel ici originaire. Donc on a mangé le mechoui et on est très satisfait de ce que nous avons mangé parce que c'est très très bon. بنكهته الفريدة ومذاقه الرائع يظل طبق الخروف المشوي في هذا الفرن التاريخي حافظا على تراث المنطقة ومرآة لثقافتها الفريدة.